السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا إخواني أخواتي في طريقة جديدة للربح من الإنترنت. اليوم إن شاء الله سأشرح لكم طريقة للربح سهلة جدا. المبتدئ سيربح ولو لا يعرف شيئا عن مجال الربح من الإنترنت، فقد تابع معي هذا الشرح ستجد سهولة في الربح. أيضا سأريك إثبات السحب. وأعتذر إخواني عن عدم وضع فيديوهات في هذه القناة في هذه الأيام، ولكن إن شاء الله في الشهر القادم سأعود إلى القناة. لدي أشغال كثيرة. هنا سأريكم كيف نجحت معي طريقة جربتها فقط ليومين أو ثلاثة، حصلت على 3 مبيعات. موقع ليس كليك بانك، ليس ديجي ستور، شرحته هنا في هذا الفيديو. دائما أعمل عليه. أيضا أنا مشترك في هذا الموقع لكي أقوم بوضع فيديوهات إعلانية شرحته من قبل. سأريكم كيف ربحت من الأفيليات الخاص به. أول شيء موقع فيتنامي شرحناه من قبل طريقة عملية، فهو يقوم بوضع فيديوهات فقط عن طريق مقالات أو كونتنت، تقوم بوضع كلمات يحولها إلى فيديو أوتوماتيكي حسب المقال الخاص بك. يوجد فيديوهات انستغرام، فيسبوك، أبس، كل أنواع الفيديوهات يقوم بوضع هذا الموقع. أيضا إخواني قبل بداية الشرح سنرى إثبات لنجاح هذه الطريقة. أيضا موقع كبير، يعتبر هذا الموقع من أكبر مواقع وضع فيديوهات إعلانية أو الربح من يوتيوب. وأيضا إخواني بدون خبرة، أنت لا تملك خبرة، ستربح من هذا الموقع. وأيضا القبول فوري، لا يحتاج رأس مال. طريقة العمل إخواني، ستحقق لك أرباح، فقط تحتاج بعض التعب، وسأقدم لك الترافيك الخاص أو الذي تحتاجه في هذا الشرح. وإن وجدت دفع في هذا الموقع في هذا الفيديو، سأضع لكم فيديو عبارة عن كورس مدفوع كيفية الربح من السيو باستعمال هذا الموقع بطريقة لم تشرح من قبل. فقط أحتاج إلى 500 لايك، أيضا الدعم والتعليق على هذا الفيديو. هنا قبل بداية الشرح أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وأعتذر إخواني أيضا عن الصوت. أتوجه للشرح على بركة الله. أول شيء الموقع غني عن التعريف، وأيضا لمن يريد العمل بالربح من هذا الموقع ويشترك في هذا الموقع، سأترك لكم هذا الفيديو كيف ستربح من اشتراك في هذا الفيديو. أنا أيضا مشترك بالتفصيل هنا في الشرح كما تشاهدون. أيضا هذا الفيديو سأترك لكم الفيديوهين. هنا عند دخول الموقع إخواني تنزل إلى الأسفل، لأن الاستراتيجية كما قلت لكم اليوم للمبتدئين وللمحترفين. تضغط على بيكوم أون أفيليت. عند فتح إخواني كما تشاهدون ستظهر لك نافذة خاصة بموقع آخر، وهو موقع النوبل ساموراي. يوجد متابعين في القناة، في بداية القناة الخاصة بي شرحت هذا الموقع واستفادوا أكثر من 2000 دولار من هذا الموقع فقط بتطبيق الاستراتيجية التي أشرحها. هنا تضغط على Become a Noble Affiliate Samurai، وتضغط على تملأ المعلومات. هنا الاسم، وهنا اسم المستخدم، الكود ريفيرال، سأترك لكم الكود، أيضا إيميل باي بال خاص بك، وهنا تعيد الإيميل باي بال، وهنا إيميل كونتاكت الذي سيتواصلون معك، وهنا أيضا إعادة إيميل التواصل. هنا الباسورد وإعادة الباسورد، ثم تعلم على هذه العلامة أنت فتحت حساب سيتم تفعيله بعد 24 ساعة أو بعد ساعة أو ساعتين، والقبول فوري ولكل الأشخاص. تأتيك رسالة تفعيل تقوم بتفعيل. إخواني أقوم بالخروج، أنا لدي حساب، أضغط على لوجن، أدخل إلى حساب خاص بي. أول شيء إخواني شاهد ريبورت. أعتذر إخواني، هنا ستشاهد الريبورت كيف تحصلت على بعض المبيعات ولم أشتغل. هنا شاهد عدد الكليكات، وهنا عدد الشيلات التي تحصلت عليها، وهنا عدد المبيعات. هنا مبيعاتين في شهر جانفي، عفوا في شهر، مبيعاتين في شهر ديسمبر. سأريكم كيف يعمل هذا الموقع لكي لا تخطئ أخي. هنا المبيعات التي تحصل عليها في ديسمبر، الأرباح الخاصة بها
ستأتيك في الشهر الموالي، يعني في جانفي سأستقبل 24.84، والمبيعات التي أتحصل عليها في شهر، عفوا، المبيعات التي تحصلت عليها في شهر نوفمبر سأتحصل عليها في شهر جانفي، والمبيعات التي أتحصل عليها في ديسمبر سأتحصل عليها في شهر فبراير. المجموع 44.64 بدون تعب، فقط بتجريب 3 خطوات. إخواني، أنت إذا قمت بتشريب الخطوات كما تشاهدون هنا، سنقوم بعملية حسابية. أنت ستطبق الطريقة التي سأستعملها في الفيديو، تقوم بإعادتها كل يوم ساعة أو ساعتين. ظرف أسبوع ستحصل على أكثر من 5 مبيعات. 5 مبيعات، قلنا 5 مبيعات إخواني، وستحصل على 16.80، 16، هنا ستحصل على $84 في الأسبوع كالأول لهذه الاستراتيجية. وإن وجدت 500 جنيه سأترك لك، إن شاء الله سأضع لكم فيديو قوي جدا تستطيع التحصل في يومك الأول على $100، تحصل على أكثر من مبيعة في يوم واحد. تصور أخي إن ربحت، تحصلت على 100 مبيعة في هذا الموقع في 16.80، تحصل على 1600 وبتعب أو بجهد قليل. لا أكذب عليك وأقول لك أنك ستشتغل قليلا، ستتعب قليلا في خاصة في النشر، ولكن ستحقق أرباح كبيرة. ثاني شيء، الآن نتوجه إلى شرح الداشبورد الخاص بهذا الموقع. أول شيء ما تحتاجه أنت، إيميل باي بال خاص بك ستضعه في بداية الأمر. نحن نحتاج إلى رابط أفيليت، تضغط على أفيليت أريا، ثم تضغط هنا على ريسورس كما تشاهدون هنا، ريسورس جيت ريسورس، تضغط على كليك هير تو جيت يور فيتنامي ريسورس. هنا تجد هذا الفيديو الشرح، هنا كل هذه الروابط تستطيع استعمالها. تحصل على أرباح 50%، 50% من كل مبيع. هنا يوجد هذا البانر وهذا البانر وهذا الكتاب خاص بالسيو. نحن سنروج مثلا لهذا البانر لأنه جيد. أحصل على 25% تخفيض مدى الحياة. تضغط على كوبي لوليو. سنتفقد الرابط كيف سيظهر عندما يضغط عليه الزائر أو الزبون. أعتذر عن صوت الفيديو إخواني، فأنا أسجل بسماعة الهاتف. هنا شاهد ثمنه $35، تحصل على 17 أو 16.80. هنا شاهد كل شيء، هذه كلها منتجات بإثمان. إذا تحصلت على مبيع هنا على هذا الشيء أو هذا الشيء أو هذا الشيء أو هذا الشيء، فيسبوك آدز كما تشاهدون، ستحصل على أرباح يعني نصف، تصل إلى $22 للمبيع. عند الضغط على Get Access ستربح أخي. أيضا تستطيع الترويج لهذا الرابط، كوبي شاهد كيف يصيرها لكي تختار الطريقة التي ستروج لها أو الرابط الذي يجذب الانتباه، لأن هذا الرابط Grow Your Business Video، هنا Affiliate خاص بالفيديو يقوم بوضع إعلان الترويجية. هنا تسجيل مجاني، ولكن إخواني يوجد الكوكيز، يعني عندما يضغط الشخص على الرابط ويقوم بالتجريب مجانا ثم يشتري، ستقوم أنت بالتحصل على أرباح ومبيعات مباشرة. هنا انتهينا من شرح الرابط. الآن كيف سنروج إخواني؟ موقعين بدون إطالة، استهدف أكبر موقعين ولكن فيه مكافآت. أول موقع ميديوم، ثاني موقع بدون إطالة كيورا. تابع جيدا كيف سنعمل. هنا سأضغط على عدد الزيارات في موقع ميديوم، أكثر من 223.4 مليون زيارة في الشهر. كيورا أكثر من نصف مليار زيارة شهريا وفي تزايد، يعني هذا الموقع سنعمل عليه في الأول ثم هذا الموقع. يتساءل الجميع، نحن نعرف موقع ميديوم وكيورا ولا نعرف كيف سنأتي بالترافيك من هذين الموقعين. فقط سنريكم شيء، عند الضغط مثلا على ستيت، هنا شاهد 75 فيو في آخر 30 يوم. لم أضع أي شيء، فقط فيتنامي، قمت بوضع شيء يخص بالفيتنامي. تصور أنت كل يوم تضع، سأريك كيف ستضع المحتوى في كيورا، ولكن شرط أن يكون المحتوى خاص بك. من ميديوم كيف ذلك؟ تابع معي. أول شيء تتوجه إلى
نتوجه إخواني إلى جوجل، نقوم بالضغط على بيتنامي ريفيو. عند الضغط على بيتنامي ريفيو عفوا تجد الكثير من اختيارات، شاهد الكثير من المقالات، ولكن هنا شاهد هذه المقالة تصدرت نتائج بحث فقط بموقع مجاني جوجل سايت شرحته من قبل. هنا فيديو يوتيوب، هنا موقع، سنختار أي موقع لنفرض هذا الموقع. هنا كما تشاهدون هذا الموقع يقدم شرح جيد. نحن لا يهمنا الكوبي رايت إخواني، لأننا سنقوم بوضع منشور فقط. أول شيء سنأخذ هذا الفيديو كما هو كوبي. لماذا فيديو إخواني؟ لأن الكثير عندما يريدون مشاهدة فيديو في اليوتيوب عن برنامج يتوجهون إلى جوجل للبحث. عند البحث لكي يتأكدوا أن هذا الموقع جيد ويعمل جيد سيجدون الفيديو بالتفصيل. نحن مثلا سنستهدف الباك لينك خاص أو القوة الخاصة بموقع ميدن وكيورا، وأيضا بما أن ميدن صديقة محركات البحث وأيضا كيورا، سنضع الريفيو الخاص بنا في ميدن مجانا. هنا سنقوم بوضع مقالة فقط بفتح الحساب في ميدن بطريقة سهلة. تقوم بتسجيل وضع الإيميل والباسورد وأنت فتح الحساب. أضغط على ورايت ستوري، وهنا أضع التايتل بطريقة سهلة، نسخ لصق. أعود إلى المقالة، تابع جيدا إخواني. لماذا سأضع المقالة الأولى في ميديوم وليس في أورا؟ سأقوم بنسخ كل شيء كما هو. هنا فيديو يشرح، تستطيع أيضا وضع هذا الفيديو. كوبي، أضغط على هنا بيست. جيد، تستطيع إصلاح بعض الأخطاء، وهنا أيضا سنقوم بنسخ. شاهد شرح كل شيء في هذه المقالة. هنا يبقى شيء، فيديو، تستطيع وضع الفيديو. سأقوم بنسخه فيما بعد. هنا أيضا سأقوم بنسخها هنا ضغط الأفلييت. هنا كما تشاهدون وضع رابط أفلييت. نحن أيضا سنقوم بوضع رابط الأفلييت، الضغط على نزع الرابط الخاص به، ونقوم بوضع إحدى الروابط الخاصة بنا، ولنفرض أننا سنروج عن النسخة المجانية. كوبي، وأعود إلى ميديوم، أقوم بوضع تحديد كل شيء، والضغط على بيست ثم إنتر. هنا جيد، تستطيع التعديل هنا، كواليتي، تعديل المقام. تبقى فقط صورة إخواني، سنقوم بأخذ مثلا هذه الصورة بوضعها أيضا هنا. أضغط فقط هنا لإضافة الصورة، هذه العلامة، ثم أختار الصورة التي قمت بتحميلها منذ قليل. جيد، هنا تبقى فقط صورة في بداية المقالة. سأقوم ب أخطاء صورة من توجه إلى هنا، أختار أي صورة، مثلا هذه الصورة صاف إيماج أون ليش يشتري. أعتذر إخواني عن الإطالة لأني أشرح لكي يفهم جميع الأصدقاء والمتابعين خاصة القناة. هنا شوف إيماج وريجستري. أعود هنا إلى مقالة، سأضعها في البداية. يجب عليك وضع الصورة في بداية المقالة إخواني. هنا سأضغط على الصورة التي قمت بتحميلها منذ قليل، هذه هي أغرية. جيد، هنا سأدمج أيضا الرابط هنا إخواني. أول شيء مثلا أقوم بكتابة ريفيو، نعم ريفيو. جيد، أضغط على أنتر، وهنا تستطيع إضافة الرابط. لا يهم إخواني، هنا فقط إصلاح.
بعد كتابة المقالة سنقوم بإدراج الرابط الخاص بنا. مثلا أيضا سأنسخ عدة روابط هنا وبنسخ كوبي لهذا الرابط وأقوم بوضعه مثلا هنا. أضغط هنا أيضا كنترول بي وأضغط على أنتر. أنت ابحث عن أي كلمة إخواني خاصة بفيتنامي واضغط عليها وقم بإضافة الضغط أو بالضغط على كنترول F وكتابة أعتذر إخواني فأنا مريض قليلا، الصوت قد لا يظهر هنا شاهد. رابط أيضا فيتنامي سأقوم بتبديله كنترول V وهكذا إخواني. أن تقوم بوضع كل كلمة فيتنامي فالرابط الخاص بك جيد هنا أيضا شاهد. أن برضو قمنا بوضع الرابط الخاص بنا كنترول بي أيضا هنا وهكذا يا إخواني. المهم لكي لا يطول الفيديو قم بوضع روابط. شاهد الشخص قام بوضع الكثير من الروابط الخاصة بي. قمت بمسح كل روابطه وأعود إليكم. بعد تغيير الروابط كما تشاهدون إخواني قمنا بتغيير كل الروابط. ماذا سأفعل الآن؟ سأضغط على هنا Publish كما تشاهدون. هنا أضغط على التاكس. استحسن إخواني سأترك لكم هذا الموقع الجديد. فقط قم بكتابة شي هنا كيورد روشاش بعد تشي في هذا الموقع فهو مجاني. قم بأخذ هذه الكلمات مثلا أول شيء تضغط هنا كوبي تاكس تقوم بلصقها هنا فقط ضع 5 أنتري. أيضا أختار مثلا بريشنج قم بالتعليم مرة أخرى بريشنج وهذه فيديو وأيضا فيديو فيتنامي تراك ديسكونكت وأضغط على كوبي أعود إلى ميديوم أقوم بوضعها هنا كنترول V. بعد وضع الكلمات مفتاحية كما تشاهدون كلمات قوية أضغط على Publish هنا أنتظر Publish Story. الآن تم وضع ريفيو خاص لي كما تشاهدون فيتنامي مقالة خاصة بي. أضغط على كوبي ستوري لينك. شاهد إخواني تستطيع البارتاج في الفيسبوك في تويتر خاصة من لديه فيسبوك أجنبي وأنا دائما أنصح به أيضا تويتر أجنبي. بعدها الآن نتوجه إلى كيورا ونقوم بكتابة What is the best software for making video. تجد الكثير. هذه أول خطوة في كيورا. What is the best video creating and editing software؟ أسئلة كثيرة وأشخاص كثير يتابعون. ماذا تفعل؟ أول شيء تأتي إلى تقوم بنسخ رابط ستوري الخاص بك. تفتح نوت باد. تابع جيدا إخواني. أقوم بوضع رابط خاص بي. ماذا أفعل مباشرة؟ أتوجه إلى ميديوم وأقوم بنسخ الجزء الأول من المقالة. شاهد كوبي آتي إلى هنا أضغط على السؤال الأول هنا أقوم بفتحه في نافذة أخرى وأقوم بالضغط على أنشر. تابع جيدا هنا مثلا هلو وأقوم بوضع المقالة الأولى. هنا مثلا أتوجه إلى جوجل ترانزليشن كوبي أقوم بوضع الإجابة على الشخص كنترول V. هنا سأقوم بوضع كنترول V أقوم بالضغط هنا والضغط على هذه العلامة إخواني. أضع رابط ميديوم هنا كوبي أقوم بوضعه هنا
بيست واضغط على اد. هنا اريد صورة مثلا خاصة بالمقالة، على الصورة هنا مثلا هذه الصورة. وهنا عند الضغط اضغط على شيب لايت. شاهد اخواني جيد، الان ميديوم غير مرفوع ستيورة عند الضغط هنا مباشرة يتحول الى الارتيكل. الشرح سيكون بالتفصيل وايضا روابط افيليت خاصة بي، مثلا هذا الرابط عند الضغط عليه سيتحول مباشرة الى التسجيل وبالتالي اربح انا 16 دولار، وايضا لا يقوم يورا بحذف حساب خاص بك، بحذف الحساب الخاص بك بدون جلب أي مشاكل في يورا. أنت ما ستفعل فقط تبحث على أي شيء خاص بهذا المجال، فيديو ماركتينج أو السوشيال ميديا أو التسوق عن طريق الفيديو هنا، وتقوم بالإجابة على هذه الأسئلة كلها. الجزء الثاني وهو أقوى جزء وأفضله إخواني في يورا، والضغط على يورا في بداية الأمر، ثم تضغط على سبيس هنا Alt Space وتضغط على كريت سبيس. هنا ماذا ستفعل؟ تضغط على مثلا Soft، تقوم بإنشاء سبيس مثلا Soft كما تشاهدون Software Review مثلا One. جيد، شاهد أيضا يوجد شخص قام بوضع Software Review كما تشاهدون. أضغط هنا Link Description، لا يهم، تستطيع مثلا كتاب تسليفنا جيد بالسبيس الخاص بك والضغط على مثلا. هنا سأقوم بوضع نفس الكلام، وضغط على كرييت. هنا شاش ناين MVP، هنا تستطيع البحث على الأشخاص، اضغط على انيوري. هذه السبيس الخاص بك تستطيع التعديل عليها وكأنها جروبات اخواني. شاهد هنا لكي اريك سبيس، ما معنى سبيس؟ عبارة عن مجموعات مثل الفيسبوك. شاهد اخواني هنا تستطيع الانضمام اليها، شاهد هنا سبيس سبيس كلها عبارة عن جروبات، تضغط هنا تنضم اليها كما تشاهدون، يعني مثل جروبات الفيسبوك. هنا شاهد اكثر من 100,000 متابع، وايضا هنا شاهد 25، تستطيع الضغط هنا ومتابعتهم والنشر في الجروبات الخاص بهم. نحن سنقوم بإنشاء سبيس خاص لوضع المنتجات الخاصة بنا. أول شيء ماذا أفعل؟ أضغط على سيف something وأقوم بوضع نفس الطريقة، أقوم بوضع العنوان copy، أقوم بوضع هنا paste وأضع جزء من المقالة فقط copy، أقوم بوضع جزء من المقالة، أعود هنا نفس الشيء copy وأقوم بوضع كنترول دي وأعلم عليها إخواني، وأضغط على هذه العلامة ثم أضغط على اللينك هنا، هذا هو اللينك. سأضع هذا اللينك الخاص بالمقالة copy paste وأضغط على add. هنا شاهد اللينك هنا، فقط أضغط على صورة، إضافة صورة، أضغط هنا وأضغط على هذه العلامة وأضيف مثلا هذه الصورة وبريز. جيد، كل شيء جيد إخواني. هنا you can't think the full explanation is article، يعني تستطيع مراجعة الأرتيكل هنا مباشرة. أضغط على post، تم قبولها. وأيضا عندما تقصر المراجعات ستأتيك المبيعات ويأتيك انضمامات كثيرة. هنا شاهد المقالة عند الضغط هنا مباشرة في ميديوم بدون أي حقوق نشر وأي شيء، يعني تستطيع جلب زيارة من كيورا إلى ميديوم. أيضا نعود إلى ميديوم، هنا إخواني في ميديوم إذا ضغط هنا ميديوم سنقوم بالضغط على نشاهد مثل البحث على السوفتوير أو البرنامج مثلا فيتنامي ريفيو. إذا ضغط هنا شاهد مقالات كثيرة هنا، فقط دقيقة أقوم بنسخ هذا العنوان وأبحث عليه في ميديوم. كنترول دي، اضغط على انتر. شاهد اشخاص كثر قاموا بشرح هذا البرنامج، شاهد 45 فوت وهنا كما تشاهدون، وايضا هنا
أنت شاهد إخواني، مقالة خاصة بي تصدرت نتائج البحث في المرتبة الثالثة في ميديوم. منذ قليل وضعت المقالة، هنا شاهد، 1 2 3 4 5 شيء جيد. مقالتين، هنا مقالة ثانية والمقالة منذ 6 أيام كما تشاهدون. يعني إخواني الطريقة فعالة، فعالة مليون بالمئة، فقط أنت تتعامل عليها وتقوم بالإتقان منها، وستربح الكثير إن شاء الله منها. تحصل على 100 مبيعة إن شاء الله في ظرف شهر أو شهرين، يعني 1680 دولار، شيء جيد جيد. والموقع من أكبر المواقع الأول عالميا في صنع الفيديوهات. إذا أرباح خاص بك ستصل هنا أيضا، عندما تصل الأرباح سأقوم بوضعها في القناة فقط. ادعمونا إخواني لكي نواصل بإيصال هذا الفيديو إلى 500 لايك، وأيضا سأشرح لكم الطريقة على هذا الموقع كيف ستحصل على أكثر من مبيعات في يوم واحد. يعني إخواني في يوم واحد تحصل على أكثر من 10 مبيعات إن شاء الله، فقط لايكات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.